قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى تقديم البنك المركزي للقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومتناقصة لا تتعدى 3%، مؤكدا أن نسبة الفائدة ستكون على الرصيد فقط وليس على إجمالي المبلغ، مضيفا أن مد فترة السداد لـ30 عاما ستقلل من قيمة الأقساط المستحقة شهريا، ما يجعلها في متناول الفئة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل. ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. حول هذه الخطوة بالتأكيد هناك كثير من الاهتمام بها، نرحب عبر خدمة سكايب بالأستاذ أحمد صقر رائد أعمال. أستاذ أحمد برحب بك. يعني ارتياح كبير أو يعني ترحيب كبير استقبلت بها الأوساط المختلفة هذه المبادرة وهذا الإعلان عن التمويل العقاري طويل الأمد، يمكن خطوة متأخرة كتير من فترة طويلة جدا الناس بتطالب بها وبتتمناها، أخيرا تحققت وبصيغة ربما تكون مناسبة في وجهة نظر الكثيرين. أبرز يعني ملاحظاتك على المشروع المعلن. هو طبعا مصر فيها فجوة كبيرة جدا فيما يخص منتجات التمويل العقاري مقارنة بأسواق العقارات في بعض الدول الأخرى، ويعني أظن أن أي منتج تمويلي جديد هيظهر خلال الفترة اللي فاتت أو الحالية أو القادمة السوق هيبقى محتاجه جدا علشان يقدر أنه يحصل فيه قدر من الحركة والرواج لشرائح مختلفة. الخبر اللي حضرتك ذكرته هو أظن متعلق أكتر بالشرائح ذات الدخل المحدود الإسكان المتوسط، ودي شريحة فعلا خصوصا بعد التعويم وارتفاع أسعار الخامات البناء بقت بعض اسعار الشقق هي خارج قدرات الناس على ان هي تلبي احتياجاتها وتشتريها. طبعا يعني احنا لسه القرار صادر فمش عارفين لسه اللائحه التنفيذيه بتاعته ايه، لكن في اهم او ابرز تعليقين دايما بيصاروا هي اللائحه التنفيذيه ليه علشان نفهم هل هو هيبقى منتج فاعل ومرن والناس قادره توصل له، والتحدي الثاني ان هو لما يبقى منتج فاعل ومرن يوصل لمستحقين ما يخشش في الدائره دي بعض الناس اللي ممكن ما يبقوش مستحقينه لكن قادرين ان هم ياخدوا يعني فرص دخول لمنتج تمويلي منخفض الفايده بشكل استثنائي. اول مره بنسمع في مصر احنا من سنتين كانت الناس بتتكلم على فوائد 22% للشهادات اللي بيحطوها في البنوك، والفايده طبعا نزلت تم السيطره جزئيا وليس كليا على التضخم، يعني معدل التضخم، والحكومه رجعت من 22 ل 10 وبقت اقل من 10 دلوقتي في بعض المنتجات البنوك والتمويل والاقراض. فكون ان احنا النهارده بنسمع عن رقم 3 فده برضو اظن ان احنا بنسمعه لاول مره في العصر الحديث فيما يخص على الاقل يعني ال 50 سنه اللي فاتت يعني. فده منتج جيد. فكره 30 سنه برضو احنا يعني معلومات غير مؤكده لكن هي مربوطه كمان بسن المعاش، فلو انت مثلا عمرك 40 سنه معناها ان انت الحد الاقصى تقدر تاخد فيه القرض مثلا 20 سنه لحد سن المعاش. فاظن الشريحه الاكثر استهدافا والاكثر استفاده من هذا المنتج هي شريحه الشباب الحديث الزواج اللي هو عمره في نهايه العشرينات وبدايه الثلاثينات واواخر الثلاثينات، هم دول الشرائح اللي هم ممكن ياخدوا الفائده القصوى من المبلغ ال 100 مليار المخصص لو تنطبق عليهم الشروط. وكمان احنا محتاجين نعرف كمان ايه المشاريع اللي ينفع تنطبق عليها الشروط، لان ممكن يبقى الشخص موجود ليه حق في القرض ده لكن هو مش قادر يلاقي عقار مناسب تنطبق عليه الشروط، احنا لسه مش عارفين ايه هي العقارات اللي تنطبق عليها الشروط لهذا القرار. لكن هو توجه طبعا محمود ان المبادرات الخاصه من البنك المركزي بالتمويل العقار في مصر يعني تزيد الفتره الجايه، لان احنا ده منتج كان ناقص ومسبب يعني قدر من الاحتياج في السوق، اظن ان جه الوقت ان هو يتم تلبيه الطلب عليه بشكل ان شاء الله يكون مرن، ونتمنى ان اللائحه التنفيذيه لما تصدر القرار تكون فعلا يعني حقيقيه ما فيش فيه اي شيطان يصرف في التفاصيل فيها. طيب يمكن انت اشرت لنقطه مهمه او ربما هي النقطه الاهم في هذا المشروع هي ان يصل الى المستحقين، وده الحقيقه علشان يحصل بيستدعي ان يكون عندك قاعده بيانات قويه جدا محدد فيها مين بيمتلك ايه ومين عنده ايه علشان ما يحصلش زي ما كان بيحصل قبل كده في شروط بتكون موضوعه لتملك الاراضي مثلا لكن بيتم التحايل عليها وبيتم عدم التسجيل في الشهر العقاري وبيتم بعض الامور، ممكن يبقى حد عنده 3 4 5 بيوت فعليا لكن مش مثبت اي شيء ملكه بشكل واضح، فيكون هو ياخد الشقه دي لاغراض تجاريه ويستفيد بالتمويل المتاح.
ازاي اقدر اضبط هذا الموضوع واربط كل الامور ببعضيها ويبقى عندي قاعدة بيانات قادر اسيطر بيها على السوق واوصل الموضوع لمستحقيه فعلا؟ فطبعا في محاولات ان هم يعملوا على كذا، على 3 اتجاهات: حاله الرقمنه والدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ده مسار. المسار الثاني هي محاوله صنع رقم قومي للعقارات عشان يقدروا يحصروا ويقدروا يفهموا شكل العقار في داتا حقيقيه عنه. الشق الثالث هو قانون تسجيل الشهر العقاري، وهو للاسف يعني صدر بفلسفه يعني متجاوزها للزمن، فعشان كده يعني المنتج ما كانش قابل للتنفيذ. فاظن ان هو ده عشان كده دول لمده 2 سنين، يعني فتره سماح يراجع ويتشاف ازاي يتم تنفيذ ده بقبول مجتمعي، يعني ما يبقاش ما ينذر بغضب شعبي لا يمكن السيطره عليه. فاظن دي كانت ال3 مسارات: فكره ان هو يبقى عنده اقتصاد غير رسمي بيدمجه في الاقتصاد الرسمي فيبقى عنده قدر يعني اعلى من البيانات، الرقمنه هنا في على مستوى الاقتصاد غير رسمي، على مستوى كمان اجهزه الدوله والوزارات. احنا كنا بنعاني ان مثلا الداتا والبيانات اللي عند مثلا مصلحه الاحوال المدنيه غير اللي عند مثلا مصلحه الجنائي، او غير مثلا هيئه التنميه الاداريه، كان بتحس ان كان في داتا كتيره بس هي جزء من عدد. اظن ان في محاوله من الدوله جاده دلوقتي لتجميع ده فيما يسمى العقل الالكتروني للدوله، علشان يقدروا من البيانات دي يطلعوا انسايتس او يطلعوا معلومات او بيانات او اتجاهات افضل يقدروا يحددوا بيها قرارات. لكن هتظل برضه كل سيستم بيطلع، كل قرار بيطلع فيه ثغرات، والتحدي ان انت تسد هذه الثغرات ويبقى النسبه الاكبر من اللي هيستفيدوا هم المستحقين. يعني احنا ممكن ال 100 مليار دول نقول ان في 90 منهم راحوا لمستحقينهم و10 ما راحوش لمستحقينهم، فده ممكن نقول ان ده مشروع ناجح او منتج ناجح. لكن ما ينفعش يبقى 100 مليار 30 راحوا للمستحقين و70 راحوا لغير مستحقينهم، ده ما يبقاش يعني قرار ناجح او منتج ناجح في يسد الخلل الحقيقي المطلوب. يعني يمكن في الايام الاخيره كان في اكتر من قرار، خلينا نقول لصالح محدودي الدخل، سواء الكلام عن الزيادات اللي تم الاعلان عنها امبارح في المرتبات والمعاشات، المشروعات التمويل العقاري للمتوسطين، لمتوسطي ومنخفضي الدخل. وده كان بيتقال دايما انه احنا بعد مرحله الاصلاح الاقتصادي وبعد القرارات الاقتصاديه الصعبه والظروف الصعبه اللي عاش فيها المصريين بعد تطبيق هذه القرارات، هنوصل لمرحله ان احنا عندنا قدره ماليه مما توفر من هذه الاصلاحات نوصل بيها لمرحله ما يسمى بتساقط الثمار، او انه يبدا محدودي الدخل ومتوسطي الدخل يحسوا بثمار ونتائج الاصلاح الاقتصادي. هل احنا على الطريق لده؟ يعني رايي الشخصي ان لا لسه، لان احنا الناس اللي عانت من تبعات ال10 سنين اللي فاتوا وخصوصا ما بعد التعويم وبرنامج الاصلاح الاقتصادي كان تاثيرها شديد جدا على طبقات كثيره جدا من المجتمع. في توجه للدوله لان هي تبتدي تشوف احتياجاتهم ايه، يعني برنامج تكافل وكرامه، القرارات بتاعت تنميه القرى، المبلغ الكبير اللي هيخرج لاول مره من الدوله المركزيه علشان يلبي احتياجات ال 4200 قريه، القرارات اللي صدرت مؤخرا امس واول امس بخصوص المعاشات والمكافئات والحد الادنى للاجور، كل دي حاجات محموده. لكن انا اظن لسه شويه لغايه ما فعلا يعني الناس اللي صبرت على برنامج الاصلاح الاقتصادي والهزات الاقتصاديه اللي حصلت واثار ما بعد التعويم ان هم يحسوا ان هم رجعوا تاني، لان كمان في ويمكن اثر الحكومه عندها دايما المبرر او يعني التفسير ليه ده بيحصل او ليه ده اتاخر، بانه في الوقت اللي احنا كنا المفروض نبدا فيه ده فوجئنا بازمه كورونا اللي سببت فيه يعني تخفيض كبير وانخفاض كبير في كل مدخلات الدولة وعوائد الدولة من النقد الأجنبي أو حتى في السوق المحلية، فبالتالي ده أخر الموضوع شوية. احنا كنا المفروض هنوصل للنقطة دي في 2020 لكن اتزقينا شوية بسبب كورونا. يعني بص، هو ده سبب حقيقي محدش يقدر يجادل فيه، ومش أخر بس حاجات في مصر، أخر حاجات في كل العالم. لكن برضو نقدر نقول إن المجتمع المصري يعني يقدر يعني يخرج من اثار الكورونا دي ويكمل محاولته في ان هو يعني يحقق قدر من التنميه الاقتصاديه، وان الدوله لازم برضو ان هي حتى لو ده يعني اسباب مفهومه لكن ما ينفعش ان هي تكون شماعه لتاخر او تعطل برامج حمايه اجتماعيه كتيره جدا مطلوبه دلوقتي. لان احنا زي ما احنا بنستثمر في الجمهوريه الثانيه او مصر الجديده، احنا محتاجين برضو ان المحافظات وان الاماكن المهمشه او المهدره ان هي برامج شبكات الحمايه الاجتماعيه تصل لها والتنميه تصل لها. وانا اظن ان الدوله يعني ما نقدرش ان احنا برضو ننكر ان هم بيحاولوا بالبرنامج بتاع تنميه القرى ان هم يقضوا مثلا على فكره ان ما فيش قريه ما فيهاش صرف صحي. دي صلبه في جبيننا كمصريين ان حاجة في القرن 21 لسه في قرى مش قادره ان احنا يتمدد لها صرف صحي. فاتمنى ان المشاريع دي كلها تخلص
وتتحقق فائدتها، وال 600 مليار دول يصرفوا بشكل كفر، وان الناس كلها تبقى حقها في المسكن والتعليم والعلاج، حقوق اساسيه لكل المصريين، لان ده حاجه احنا انتظرناها، واظن ان كلنا بندفع ثمن كبير علشان نقدر نوصل لها باي مسار من المسارات اللي احنا هنوصل لها بيها. شكرا جزيلا عبر خدمة سكايب من بريمن الأستاذ أحمد صقر رائد الأعمال، شكرا جزيلا.